من اليوم ورايح بدنا نسمعكم صوتنا. خلص بدنا قانون يحمي النساء من العنف الأسري. النجمة اللبنانية رولا حمادي صوتت من أجل قانون حماية النساء من العنف الأسري. ماذا الآن عن ممثلي الشعب في مجلس النواب؟ زافان يبحث في كواليس مناقشات قانون حماية النساء وتجريم العنف الأسري في مجلس النواب ويدخل خلف جدران الصمت. دم من هون ودم من هون ودم من هون ودم بإيدي، ما فكرت بشي نهائيا إلا بدي أهرب. فكركم إنه بيتي سايب؟ الرجل المتسلط الآن في سيري وانفتحت. البداية مثل العادة مع سيري ومن فتحت. إقرار القانون ممكن أو غير ممكن، هيدا هو الموضوع. منشوف سوا بهالتقرير شو بيقولوا الناس. ما بدها التانية يحكوا فيها أكيد، ما بس ما حيتطبق. أنا بعرف مجتمع الشرقي ما بيرفضوا أكيد. هلا ممكن يطلع هو بس الأشخاص ما حيطبقوا، حيضل في عنف، حيضل الرجال رجال والمرأة مرأة. لا عنا بالشرق الرجال يعني يضرب والرجال يعني يكون عنيف والرجال هيك للأسف يعني. إذا بعد لهلا صرنا بالقرن 21 وفي عنف أسري عم يصير في عنف ضد المرأة، معناتها إنه مسجراب. تخيل إنه في نسبة كتير زايدة هلا بالعنف الأسري بلبنان. لازم يكون في نمرة سبيسيال هيدي المرأة اللي بتكلها قتل كل يوم مثلا تتلفن على هالرقم وتشكي همها وبس يصير في شيء، يعني مش انه ترجع على بيتها وترجع تكلها قتل تانية. يمكن بلبنان لا ما بعتقد، لأنه بعد عنا نظرة للمرأة انه شخص هي أدنى من مستوى من الرجل، وفينا نشوف هالشيء انه في عنا بس كم نايبة بالمجلس. ما في شيء بينطبق عنا، ما في قانون بينمضى وبينطبق عنا، ما بعتقد، لأنه عطول سلطة الرجل أقوى من سلطة المرأة، فما بعتقد حيتطبق لكم. ما بعتقد رح يمشي مجلس النواب. ليش تنع مجلس النواب؟ لا يلتئم مجلس النواب على خير. مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري أقر في مجلس الوزراء في 6 نيسان 2010. نحن بانتظار إقراره في مجلس النواب وبأسرع وقت. شو أهم ما يقدمه هذا القانون للمجتمع اللبناني؟ شو الجديد اللي بيقدمه؟ يعني إذا بدي أحكي باختصار، أهم شيء إجا فيه هيدا القانون هو شغلتين. أول شيء تدابير الحماية، يمكن هي تدابير إذا منقولها لأول مرة هي موجودة بس غير مفعلة فعالة. والشغل الثاني إنشاء أجهزة خاصة متخصصة بالعنف الأسري، يعني مثل قطعة متخصصة عند قوى الأمن الداخلي لتلقي شكاوى العنف الأسري، مش أي مخفر موجود، لأنه المخافر عندنا غير مؤهلة، وتدريب عناصر موجودة بقلب هيدي القطعة، إضافة لوجود عيادة صحية بقلب هيدي القطعة للكشف الطبي الشرعي، مش لأنه مثل ما قلت مخافرنا غير مؤهلة. ممكن يكون في نساء يعني رجال يعني بقوى الأمن الداخلي هلا عم ياخذوا دورة نساء، ممكن هون للنساء دغري يتدربوا على الاستماع لسيدات المعنفات وتلقي الشكاوى. فهيدي مؤسسة يعني هيدا القانون عم يطالب بإنشائها. الشغلة الثانية إنشاء صندوق دعم لضحايا العنف الأسري، لأنه الشيء اللي إجا فيه هذا القانون هو إعفاء التدابير الحماية من الرسوم. يعني نحن بنعرف كلنا إنه تقرير الطبيب الشرعي بكلف السيدة $100، وما في شكوى بتمشي بلا تقرير طبيب شرعي لأنه بدك تثبت وقوع العنف. فهيدا الصندوق رح يقيم هيدي المصاريف عن السيدة. القرار اللي حكيت فيه المحامي الأستاذ ليلى عواضة عن القرار اللي أصدره القاضي بإخراج الزوج لأنه في خطر على سلامة زوجته وأولاده. فبهذا الأمر يعني في كتير أمور ممكن تكون حالات شاذة بكل أمر بكل
اي امر ممكن يصير باي عائله، ولكن هذا الامر ما فينا نعممه على الكل، لانه هذا بيؤدي لهدم الاسره اكثر ما بيؤدي لبناء الاسره ولتماسك الاسره. نعم، حضرتك عم تعتبري انه هذا القانون يؤدي الى هدم الاسره؟ طبعا. يعني انت عم تقولي اذا رجل امن شاف عنف عم بيصير قدامه ما لازم يتدخل؟ ما لازم يتدخل. نعم، شكرا لك استاذه رولا. شو رايك؟ يعني هيدي كنت بحب انها تضل على الهيد لانه بدي افهم وجهه نظرها. شوي ملتبسه علي غادة. انا ما قدرت افهمتها كثير منيح. غادة، يعني الست غادة، مساء الخير. مساء الخير يا اهلا. اذا سمحتي اشرحي لي وجهه نظرك لانه شوي صعب علي ما فهمتها، يعني كيف بتكون الاسره متماسكه اذا ما في حدا يحمي المراه والاطفال من العنف؟ تفضلي شادية. من فضلك انا بدي رد على غادة اذا بتسمح لي. نعم. بحييكم لكلكم. يعني الله لا يوقع على شادية، المشكلة انا ببيتي. غادة مش. نعم. اوكي. انا عندي 3 اولاد وصار لي 15 سنة بعيني من هالوجع، يعني اللي جوزي بمد ايده بيضربني. شو بدي اقول لك يعني، وبدميني ولادي بيكونوا قبالي. وانا بصراحه طلعت على درك. وصلت لوقت انا درك ما عمل لي شيء، قال لي بدك محكمه. يعني درك ما قدر عمل لي شيء بصراحه. طب هل بتحسي هذا القانون ممكن يساعدك او ما رح ينفعك؟ بلا، لازم يساعدني. بتقول الإحصاءات العالمية إنه الأطفال اللي بيطلعوا من عيال معنفة، البنات بالإجمال بيختاروا رجال معنفين، والصبيان بيطلعوا معنفين لزوجاتهم. بتصير حالة مفرغة. بالضبط. في أوائل التسعينات تزوجت جمانة شنطف زواجا تقليديا وانتقلت للعيش مع زوجها في مكان عمله في الكويت. أنا من أول يوم ما شفت منيح منه، يعني مثلا شخص من أول ما رحت لهونيك أول شغلة يقول لي إنه ليك التعاطي مع العالم سيء، بيولد مشاكل. قد ما فينا إنه نحن، أنا شخصيا ما بتعاطى كثير مع العالم، ولازم أنت كان يستعمل كلمة إنه أهلك اللي اشتروك مش أهلك اللي باعوك، يعني بما معناه أنا اشتريتك وأهلك باعوك، انه هيدا انه بما معنى انه اهلك بتنسي هون خلص انا صرت كل حياتك. صار يزرع لي بافكار براسي انه هيدا، وما يخليني اتعاطى مع حدا لحتى تضل انه هي بس افكاره اللي هيدا. فانا يعني مثل اللي صرت حس انه يمكن هيدي هي الحياه. تعنيف، ضرب، يعني ما في انا وحده مجوزه عمرها اسبوع بتاكل قتله، بتاكل قتلة. ما إذا بخبرك يعني كمان بالمختصر المفيد إنه أنا فات من الباب حطيت الأكل الغداء وكل شيء، بيقوم بيلبط الطاولة. طب هلأ لبط الطاولة، قلت له شو في، وبلش فيه ضرب. شو طلع؟ طلع إنه البرداي زايحة، معلم البرداي. عرفتي إنه ليش زايحة البرداي؟ إنه أنت فتحت البرداي. عزلت جمانة عن من حولها وأصبح زوجها وحده سيد عالمها. كان لازم بيسلق ايده انه بس يجي، انه بتعرفي هذا السيد هول من زمان لازم تغسلي له. قال لازم انت اساسا لو منيحه لازم بس تفوت تغسلي لي اجري وتشربي زومون، يعني بما معناه انه بس تغسلي لي اجري. انجبت جمانه ولدين محاوله بناء عائله، لكن الحياه مع زوجها لم تكن تطاق، فعادت الى لبنان طالبه الطلاق. بعت امه على اساس انه شو هيدا وكذا، وقال بدها تصلح. اجت لهون بدل ما تصلح تقول لي ليكي المراه لازم تتحمل الزلمه لو ضربها، لو هانا، لو سبها. انا بيو كان يضربني، كان كذا. المراه المستوره عندهم هالتعبير، المراه المستوره لازم تاكل قتله ولازم تبسلوا اجره للزلم ولازم كذا ولازم كذا. طلع فيها هيك بابا انه انت جاي تصلحي؟ قلت لها انا ماني راجعه، خلص انا ولادي هون وماني راجعه. ساعتها عرف انه القصه لا، بدها تفلت من ايده. بيجي لهون بفتره اسبوع مدري 10 ايام، ما خلى مطرح ما ظهرني، صار واحد تاني، بس قلبي من جوا ماني مرتاح له. رجعت على الكويت،
راح هو قبلي. رحت أنا بعده تاني يوم مدري تالت يوم. والله العظيم بالمطار بس استقبلني قال لي هون مقبرتك. بعده بالسيارة قال لي هون مقبرتك. عرفت أنا إنه جاي على الجحيم. أنا أول شيء مش مع تعنيف المرأة. أنا ضد هيدا الموضوع أول شيء لأنه عندي أم وعندي أخت وضد أنه يوصلوا لهيك مراحل. بس ولكن هالقانون إذا نحن أو الست حصلت عليه قدي حيكون له سلبيات وقدي حيكون له إيجابيات. أنا شخص مجوز من 13 سنة من شي ساعة ونص تقريبا قبل ما يبلش برنامجك ضربت مرتي كف وهي قاعدة هلأ عم تسمعني وعم تضحك. هل إذا كل إنسان ضرب مرته كف بدها تروح للدرجة قديش بعدين برأيك حيضل في نسوان ببيتها؟ طيب حكمت انت ليه ضربت مرتك يعني. ليه ضربت مرتك كف؟ لسبب معين. بعدين انا برأيي يعني. التعنيف ما بيجي بس من الرجل، التعنيف ممكن يكون من المرأة كمان لأنه الكلام بس ممكن انت سألي رولا، انت سألي السؤال ما بدي جبرك بجاوبي. استاذ حكمت بدي اسألك سؤال، لو زوجتك هي ضربتك كف كنت انت هلأ قاعد عم تضحك؟ لا اكيد كنت حاضربها كف بداله. بس طيب. المقصد انا من لا ما اول شيء مدام رولا انا لقلك شغله، انا بحترم رايك وبحترم راي كل ست وعم بقلك انا مش مع تعنيف المراه، انا ضد هيدا الموضوع كليا. بس انا عم بدي احكي وجهه نظر صايره معي انا شخصيا. بكيف السؤال ليه ضربتك كف؟ شو السبب؟ وانا هيدا شيء بحترمه لانه انت كنت صريح كفايه. نعم. بس انا السؤال اللي بحب اني اسالك اياه، انت ضربت مرتك كف على اساس انها هي تابعه لك مش على اساس انها هي شريكه بحياتك، لانه لو كانت شريكه بحياتك فيك تحاورها وتاخذ وتعطي معها لانه هي حدك مش وراك. يعني منا طفل قدامك عم تضربه. فما يعني شو ما كان السبب مش مسموح انك تمد ايدك على مرتك. طيب ومش مسموح هي تكون قاعدة هلا عم تضحك، لانه لما هي بتضحك انت عندك سبب مرة تانية تمد ايدك مرة تانية عليها. نعم نعم نعم. بس انا بدي لك شغلة سترولا، معلش انا بحترم رأيك ورأي كل اللي اتصلوا وكل اللي حيحكوا، والله يوفقكم بمشواركم، بتمنى لكم انه توصلوا لنتيجة. بس النتيجة اللي حتوصلوا لها قد هي حيكون حل ايجابي؟ انا برأيي الشخصي المتواضع ما حيكون حل ايجابي 100%، لانه سبق وقلت لك التعنيف ممكن يكون بالكلام، المراه ممكن ما تقدر تضرب. ما نحن حكينا عن هيدا الشيء. بس اذا في حكمت سؤال، حكمت عن جد سؤال، تفضل. ليه ضربتك كف؟ يعني لاسباب معينه. انا ما بعرف لاسباب معينه، بس شو السبب؟ قلت لك اعطيتك اسمي وقلت لك اني ضربت مرتي كف. لك ايه بس عبالي اعرف شو السبب. وبقول لك انه كانت عم تحكي بموضوع ولأكثر من مرة قلت لها أنه هيدا الموضوع خلاص خلصنا منه، ولكن ظلت مصرة. ايه أكلت كف. أكلت كف. هاي ضعت نص ساعة من البيت ورجعت وبعد عم رقت. بعد نص ساعة رقت اعتذرت منها ومش الحال صارت يعني. لا ما اعتذرت. ما اعتذرت منها لأنه هي عرفت أنه كانت محقوقة. لحظة شوي معلش. غلطانة كمان غلطانة يعني. أكلت كف وغلطانة. هي بلحظتها أنا بأكد لك لو في مخفر وفي رقم مخفر دقت للدرك على عصبيتها او على وجعها من قبل الكف اللي اكلته مني. اوكي اوكي ممكن هلا عم تضحك، لو فايتين الدرك بالموضوع كان ممكن ما انحل بسهوله وخربت بيتي وخربت بيتها. نحن بلد اسمه لبنان الحياه فيها مصاعب كثير. بس ايادي كثيره لجأت لسلطات كثير، ما حدا سمعني. موضوع عم يضرب الملفات 9 سنين ونص، ملفي اكبر ملف بالمحكمه الروحيه المارونيه والكل بيعرف اسمي فاديا كرم، وفيكم تسألوا عنه. اترشحت على الانتخابات ب2005 تفوت على المجلس النيابي، لأنه إذا ما كان في عنصر فعال جوا عم يشتغل للموضوع هيدا ما حنوصل لحل. وبقول لكل الستات يعطيهم العافية، ولكن اتأكدوا موضوعكم حينحط بالجرار مثل مواضيع عديدة انحطت بالجرار. إذا ما الكل تضامنوا إيد بإيد وصرحنا صرخة قوية ووقفنا جنب بعضنا ما بنوصل لحل. وأنا مستعدة، أنتم امبارح عملتوا مظاهرة ما كان معي خبر، مستعدة اي مظاهره تقوموا فيها مولها انا واي ست عندها القدره تمول هالموضوع هيدا. جيب الستات والرجال من كل المناطق اللبنانيه وقول لهم وقفوا بالصوت الواحد ونوصل للحق. بدون وقفه وتعاون مع بعضنا ولا ممكن ناخذ قانون. ما حدا فاضيلنا، عندهم اشياء اهم يتشرعوا عليها. واول كلمه قالوا لي اياها استاذ زافان، حضرتك نازله على الانتخابات لبيك كان سياسي لشيء. شو هي السياسه؟
وقتها بنسيس الامور للاحسن. شو هي السياسه؟ انه بي كان وزير او كان نايب، اذا ما كلنا صرخنا وقفنا صوت واحد بدون ما نعرض مشاكلنا للعالم. الست اليوم بكتني، بس حقول لك كلمه صغيره. وقت بعدت عن اولادي، الالم اللي وجعته والصوت اللي سمعته جوات قلبي، وابني عم بيصرخ لي ما حدا سمعه، لا قاضي ولا محكمه ولا قانون. وبقول لهم شغله، الموت هلا حنموت وبكره حنموت، واجب علينا، ما بخاف من الموت. نعم.